وينبغي أيضا لمن أتى للمسجد أن يأتي معه بسجادته، أن يأتي معه بسجادته وكمامته، وأن يحترز، يأخذ بالاحترازات الوقائية. هذه الاحترازات الوقائية، يعني بعض الناس يقول أنا أتوكل على الله ولا 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 داعي. الذي يقول هذا الكلام عنده إشكالية في فهم حقيقة التوكل. ليس هذا هو التوكل. التوكل على الله عز وجل حقيقته صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع أو دفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها. فلا بد فيه من أمرين: الاعتماد القلب على الله عز وجل وفعل الأسباب. فاعتمد على الله بقلبه لكنه عطل الأسباب، فهذا عنده نقص في التوكل. ولو أخذ بالأسباب ولم يعتمد بقلبه على الله عز وجل أيضا عنده نقص في التوكل. فلا بد من الأمرين جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك لبس درعه في الحرب، لبس الدرع الذي يتقي به السهام ويتقي به السيوف. لماذا لم يقل أنا متوكل على الله وأنا خارج للقتال في سبيل الله؟ لبس درعه في القتال في سبيل الله. أيضا قال: فر من المجدوم، فرارك من الأسد، كما جاء في صحيح البخاري وغيره. فهذه من الأسباب التي يفعلها الإنسان ويتوكل بقلبه على الله عز وجل. لكن كون الإنسان يأتي للمسجد بدون كمامة وبدون سجادة ثم يقول أنا متوكل على الله، فهذا عنده نقص في التوكل، وهذا أيضا يعرض نفسه للخطر. ففعله هذا في خطأ من الناحية الشرعية ومن الناحية الصحية. من الناحية الشرعية لأنه فسر التوكل تفسيرا غير صحيح وعرض حياته للخطر، ومن الناحية الصحية أيضا أنه يتسبب في انتقال العدوى إليه. فإذا ينبغي لمن يذهب للمسجد أن يأخذ بالأسباب الوقائية الاحترازية، ومن ذلك لبس الكمامة، ومن ذلك والقفازين أيضا، ومن ذلك أن يأخذ معه سجادته، وأن يجعل أيضا النوافل يصليها في البيوت، النافلة يصليها في البيت. يعني مثلا صلى صلاة المغرب الأفضل يصلي السنة الراتبة في البيت، لا يصليها في المسجد. صلى صلاة العشاء الأفضل يصلي السنة الراتبة في البيت، وهكذا. فهذه يعني أمور وقائية احترازية يفعلها الإنسان مع صدق توكله على الله عز وجل وصدق اعتماده على الله سبحانه وتعالى في هذا.